نكمل بقية حلقتنا. واللي أول فقرة فيها اسمها فيها إن. ليه بقى؟ هي مسمية نفسها لأن فيها سر ورا خروج الأفاعي مرة واحدة في التوقيت ده بالذات. وكل اللي بيحصل دلوقتي يعني أنا قلت عليه على فكرة قبل كده من شهرين، وقلت كمان إمتى هيحصل، وهو حصل وبيحصل. وقلت وبقول إن كل ما نقرب من انتخابات الرئاسة هيزيد خروجهم علينا.